عبر سكايب نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي سيد الكريم نتحدث عن هذا الموضوع. المفوضية أخبرت الأحزاب بتمديد فترة الدعاية لثلاثة أشهر بعدما كانت محصورة بشهر واحد، لماذا برأيك أستاذ سعد؟ حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. صراحة هذا نص في القانون وليس من رأي المفوضية أو قرار من مجلس المفوضين. القانون حدد تبدأ الدعاية الانتخابية بعد المصادقة على المرشحين، تمت المصادقة على المرشحين إذا بدأت الدعاية الانتخابية. هذه الفترة بصراحة طويلة جدا، ثلاث أشهر، يعني في معظم الدول لا تتجاوز شهر، ممكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن هذه الفترة طويلة جدا بصراحة. ولذلك أما موضوع يعني تابعت التقرير مع اليو تي في، صراحة يعني ما يعرفون دوائرهم الانتخابية. اليوم عندنا 83 دائرة لحد الآن، ونحن مقبلين يعني بعد شهرين تقريبا عن الانتخابات، لا يوجد يعني حتى أكون دقيق، لا يوجد دائرة انتخابية من 83 فيها حدود إدارية، فيها عدد ناخبين خاص وعام واضح جدا، وهذه إشكالية. بعدين يعني في كل ترسيم دوائر في الدول الديمقراطية هناك جهة تشتكي إليها، لكن أستاذ سعد يعني لم يتبقى وقت كثير، برأيك هل سيتم حل هذه المشاكل؟ لا لا، لن تحل، وهذه مو إشكالية بالنسبة للإشكاليات الأخرى الكبيرة. إذا في وقت نعرج على بعضها. إذن أستاذ سعد، يعني هناك مقاطعة لأحزاب بارزة مثل التيار الصدري قاطعت الانتخابات، برأيك هل سيؤثر في مجرى سير العملية الانتخابية؟ أيضا مفوضية الانتخابات كيف ستتعامل مع هذه المقاطعة في حال أصرت هذه الأحزاب؟ يعني بصراحة قبل يومين كان هناك اجتماع مع مسؤولين ومستشارين وكان حضور المفوضية، ورقة الاقتراع تم طباعتها وتم تخيير المرشحين بين أن تكون صورته أو صورة أو لوجو الائتلاف اللي ينتمي له والحزب الذي ينتمي له. فلذلك كل دائرة، يعني مثلا دائرة المنصور فيها 103 مرشح، اليوم أكو قائمة اقتراع لدائرة المنصور اللي هي رقم 12 ب 103 مرشح، وكل مرشح أمامهم رقم ولوجو إلف أو صورة. فلذلك اليوم صعب أنه تجي ترجع أوراق الاقتراع وترجع تصممها من جديد وفق هذه الانسحابات، ولا يزال قد يكون كثير من الذين تم إعلان انسحابهم في الإعلام لم يكون هناك طلبات رسمية من إلى مفوضية الانتخابات بالانسحاب. أستاذ سعد، نعم. في سؤال أخير، يعني هل تعتقد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد؟ أنا أعتقد ستجرى، وهناك إشكالات يجب معالجتها قبل إجراء الانتخابات، ولذلك أنا أدعو من منبركم الكريم إلى تضافر جهود كل شركاء العملية السياسية، وأعتقد هذه الأيام هناك لقاءات واجتماعات بهذا الصدد، لأن أكو إشكالات في القانون، أكو إشكالات في الأمور الفنية، إن لم يجتمع الشركاء ويتعاونوا على تدليلها أعتقد الأمور صعبة، لكن تأخير الانتخابات قد تكون أصعب من إجرائها رغم هذه الظروف. نعم. نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.